وافقني ولا لا؟ لا كان مش الوضع ملتزم. ملتبس؟ لا، رئيس الجمهوريه قال انه كان محتجز حبيبي. بقلب مجلس الوزراء. انت اليوم، نعم، بعرف انه مش دورك عليه، بس انت اليوم ما فينا نسميه على القليل كان في وضع ملتبس. ملتبس، كتر خير الله، متفقين. هلا انا وياك صار فينا نبق البحصه، انا جبت لك معي بحصه اليوم لنكفي لنكفي بالحديث. هي مثل بحصه الرئيس عبد الحريري، كان بده يبقى بس مثل ما قال سيزيحوا عن ظهري اليوم. لاحظت شو قال الرئيس حريري، وهون بوجه له تحيه كثير كبيره، يعني ضحى الزلمه كلمني هلا شفته لا ببحصه دولة الرئيس كان بالقصر الجمهوري عن ظهري، سمعت شو قال؟ عطاني هاي البحصه، قال لي شو بحكي من مين؟ هيدي بحصه خبيها بعدين بخبرك من مين؟ هاي من الـ LBC. من هون اخذتها على الطريق تعليق محلي.